إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع بصائر من سورة الطور على الترتيب الذي سرنا عليه من هذه السورة المباركة، ومع قوله جل وعلا: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين. وهذه البصيرة الجديدة في هذا السياق وفي هذا الموطن من كتاب الله جل وعلا مما جعل فيه هذا السؤال وهذا الإضراب وهذا النوع من الإنكار على الكفار، حينما جادلوا محمدًا عليه الصلاة والسلام وجحدوا وألحدوا، فجعل الله يقرعهم بحقائق الخلق مما خلق مما ورد في السياق قبل، وجعل سبحانه وتعالى يذكر خصائص ألوهيته، خصائص ألوهيته وخصائص ربوبيته التي بها استحق أن يوحد إلها، خصائص الربوبية التي بها استحق أن يعبد إلها واحدا. من هذه الخصائص ما نذكره اليوم في هذه الآية المباركة: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وقضية الخزينة الإلهية، خزينة الرزق، خزينة الرحمة، أو الخزائن بالأحرى، هذا أمر عظيم جدا في الدين على مستوى العقيدة وعلى مستوى التوكل، ثم بعد ذلك على مستوى السلوك البشري الإنساني لدى المسلم. الخزائن التي لله جل وعلا هي من شؤون الربوبية، بما هو جل وعلا سبحانه وتعالى رب، خلق ورزق ثم هدى. فكان الرزق إذن منه وحده دون سواه. ومفهوم الرزق مفهوم عقدي، أي له صلة وثيقة بالعقيدة، من حيث هي عقيدة أو توحيد تتعلق بخاصية أو تتعلق بخصوص المعنى الذي يتعلق بالله جل وعلا ربا رازقا. أم عندهم خزائن ربك، أي الرب الذي خلق، مالك كل شيء سبحانه وتعالى، مقدر كل شيء، هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، هو الذي يملك الملكوت، لأن المالك الحق للرزق إنما هو الذي خلق الأرزاق وقدرها تقديرا سبحانه وتعالى. ولذلك نسب الرزق لله جل وعلا من حيث هو رب واحد وجب أن يعبد وحده، كما في قوله سبحانه وتعالى جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد وصف سبحانه وتعالى في هذه الآية التي أحالتنا عليها الآية السابقة، وسنعود إلى الأولى، وصف سبحانه وتعالى بأخص صفاته من حيث هو رب: وما خلقت، صفة الخلق. وقد ذكرنا قبل في هذا المجلس وغيره أن الخالقية بما هي صفة لله رب العالمين هي المفتاح الأساس لشؤون الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق وأبدع هذا الكون من لا شيء وخلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، هو وحده الذي يستحق أن يعبد ووحده دون سواه. فتوحيد الألوهية أي عبادة الله تفريدا له بما هو سبحانه وتعالى
يعبد أو ينبغي أن يعبد وحده دون سواه، إنما ذلك لأنه هو رب الكون، هو ملشي أي الذي خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فهذا التعبير بالجملة الإسمية المؤكدة بالناسخ إن، الدال على الثبات والاستقرار والاستمرار، إن الله هو الرزاق. والتعبير بأل ها هنا دال على الحصري، إن الله هو الرزاق، أي كأنه قال الذي لا رزاق ولا رازق سواه وحده، كأنه يعني صرح بهذا المعنى. يفهم ذلك من هذا الاستغراق، إن الله هو الرزاق، أي استغرق كل معاني الفعل وكل معاني الصفة بما لا يبقي لأحد شيئا ولا جزءا من هذه الصفة. يعني لا يجوز أن ينسب لأحد من البشر ولا الحجر ولا الشجر ولا أي شيء قليل من صفة الرازقية أو من صفة الرزاقية. الله وحده هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى القوي على رزقه، المسيطر على كونه، المقدر للمقادير، المقدر للأرزاق على مقاديرها التي أرادها، لا يزيد أحد عليه سبحانه وتعالى ولا ينقص. ولهذا ما ينبغي إذن أن يفهم بأن لأحد كيفما كان خاصية الرزق أو خاصية التأثير، أي تأثير في مجال الرزق. الذي للإنسان هو الكسب، أما الرزق من حيث هو مفهوم عقدي فإنما هو معنى واحد يتعلق بالله جل وعلا صفة وفعلا، إن الله هو الرزاق. ولذلك أنكر على الكفار وأنكر على كل من يجحد حقائق الربوبية وحقائق الألوهية، أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون على هذا الكون المقدرون لأموره المتصرفون في شؤونه؟ إنما هو الله رب العالمين وحده دون سواه، هو الرزاق، هو رب الملك والملكوت، هو المقدر للأقوات، هو مالك خزائن السماوات والأرض وحده دون سواه، مفاتحها عنده وحده لا تأثير لأحد سواه. هذا كمال الربوبية وجمال التوحيد الذي عليه المسلمون بما صرح به كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة الجميلة التي تجعل القلب المؤمن السائر إلى الله حينما يعتقدها وحينما يتعلق بها يشعر بالأمن ويشعر بالأمان ويشعر بالسلم والسلام في سيره إلى الله، لا يخشى لومة لائم ولا يتردد في أمر يرضي الله جل وعلا أن يفعله، ولا في أمر يسخط الله جل وعلا في أن يتركه، لأنه آمن بأن الله وحده له الخزائن، له الملك، له الرحمة، له الرزق دون سواه. أنت وأنا نكسب ونكتسب، كل نفس بما كسبت رهينة، النفس معلقة بكسبها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. أما الرزق فمقدر من عند الله جل وعلا. وسأعطيها هنا مثلا، يعني الله جل وعلا إذ قدر لي ولك المقدار الذي أراده هو جل وعلا من الرزق سبحانه وتعالى، كل دابة في الأرض، كل حشرة، كل حي، يعني قل أو كثر، جل أو صغر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله، يعني الله جل وعلا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل، هو الكفيل بالأرزاق. فقدر لي ولك كلا على حدة، أنا وأنت وكل مخلوق، وكل مخلوق بعده، يعني من الجن ومن الإنس ومن الحشرات ومن البهائم والأسماك والحيتان، كل شيء، كل شيء له مقدار كذا من الرزق على موازين عمره، من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته لا يزيد رزقه عما قدر الله ولا ينقص. وأتيح لنا الاختيار في الكسب، هذه المعادلة الربانية في التكليف العجيب. يعني الكسب هذا موطن الابتلاء،
يعني الرزق ديالك مثلا راه مقدر مثلا في هذا اليوم، هذا اليوم هذا وهذا النهار عندك كذا وكذا من الرزق راه مقدره الله سبحانه وتعالى. يعني خدم قداش ما بغيت الرزق مقدر بكذا وكذا وكذا في ذلك اليوم. احنا نضربوا مثال بيوم، فانت باش توصل لهذاك الرزق الله تعالى جعل لك الاسباب، اسباب الرزق هذيك الاسباب اختياريه، انت اللي تختار السبب باش توصل. فربي تعالى جعل لك رزق كذا مقدر سيصلك قطعا وحتما، لكن انت تعددت بين يديك سبل الرزق، يعني الطرق لذاك الرزق مختلفه، فيها طرق الحلال وفيها طرق الحرام، فاختر ما شئت منها. فالتكليف والابتلاء كاين في الاسباب. فاذا كان العبد من اهل الله ومن الذين استجابوا لله وللرسول عليه الصلاه والسلام، من الذين استجابوا فاختار السبب المباح او السبب المشروع وسار الى رزقه المقدر ابتداء قبل ان يخلق، سار الى رزقه المقدر، فانه سيصل اليه بسبب المشروع بسبب المباح، وعسى بعد ذلك ان يؤجر على ذلك الفعل اذا نوى انه يعبد الله بفعله ذاك، لان الاسباب المشروعه يجوز ان تتخذ عباده او وسائل لعباده الله جل وعلا. والرزق هو الرزق، لكن اذا لم يختر السبب المباح واختر السبب الممنوع او المحظور، السبب الحرام ماشي السبب المشروع، غادي يوصل لنفس الرزق. الى عنده ذاك النهار 100 راه غيوصل لهذيك ال 100، ولكن عبر سبب حرام، عبر سبب غير مشروع. فالرزق مقدر 100 100، ما غتزيد ما غتنقص، ولكن شنو اللي تبدل؟ تبدل الطريقه باش وصل. فاذا ربي قال لك راه غادي توصل، غادي توصل، غير سير لها بالطريق المزيان. فانا قدرت لك رزقك ووقدته لك، سيصلك في وقته في موعده، لن يتخلف ولا قيد دقيقة ولا قيد ثانية ولا قيد أنملة، سيصلك، وإنما عليك أن تتسبب إليه بكسب مشروع. فإن أبيت فلك أن تتسبب إليه بكسب ممنوع بسبب غير مشروع بسبب حرام محظور، فلك ذلك أيضا. هذا الابتلاء. وكما تؤجر على السبب المشروع توزر على السبب غير المشروع، ولهذا جعلت الجنة والنار والعياذ بالله. فلذلك راه فرق إذن بين عالم الأسباب وعالم المسببات. عالم المسببات مقادير جعلها الله جل وعلا مقدرة عنده، هي الموجودة في الخزائن، أم عندهم خزائن ربك؟ الخزائن إنما هي لله، أم هم المسيطرون؟ السيطرة إنما هي لله، لأن السيطرة من الملك من الربوبية، والرزق من شؤون الربوبية، الرزق من شؤون الربوبية، الشغل ديال رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق دون سوى، هذا المعنى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي المسيطر على رزقه، المسيطر على خزائنه، المسيطر على ملكه وملكوته جل وعلا. ولك أنت أيها العبد أن تفعل ما تشاء داخل عالم الأسباب، لأنه عالم الابتلاء وعالم الاختبار هو الذي أتيحت لك فيه حرية الفعل، هو الذي أتيح لك فيه الاختيار في أن تختار هذا الطريق أو ذاك الطريق. وعلى هذا بني الابتلاء، وفي هذا قال الله جل وعلا وما أنا بظلام للعبيد، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك إمكانية باش تدير الخير وأعطاك إمكانية باش تدير الشر، أما الرزق فهو قد ضمنه. وقد مثلته في سياق آخر بمثال كأن الرزق شخص نشخصه نعطيه الصفة ديال بنادم، كيجي يدق عليك الباب في صفة مباح، يعني رزق حلال، هو جا دق عليك الباب، فأنت لما كتفتح إذا القلب ديالك انشرح للحلال، ها الرزق جا في صفة الحلال، فستفتح له، كدير السبب ديال فتح الباب، هذاك سبب تقبل لك أن تقبل أن يدخل عليك رزقك هذا المباح. إلى القلب كان إذن قلب صافي، قلب يعرف الله جل وعلا، قلب يتذوق الطعم المباح، يتذوق الخير، فإنه سيقبل الرزق الذي جاءه بصفة الخير بصفة الإباحة. لكن لما ما يعجبك شيء باعتبار أن القلب قد أثقل عليه الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الكسب
من الإثم الكسب السيء من الإثم من الذنب والعياذ بالله الذي يغلف القلب ويوسخه ويجعله لا يتذوق الخير ولا يتدسم طعم الإباحة فتغلق دونه الباب كتسد عليه الباب هذاك الرزق اللي يضق عليك تنكره لأن ما كتعرف شيء الخير القلب الذي ينكر المعروف ينكر المعروف سيغلق الباب دون رزقه المباح وسبحان الله العظيم كنشوفوها شحال من واحد كيجي الرزق الحلال تلبي يديه ويدفق ويهرق ويرميه لأنه يعني ما يعني لا قلبه لا يعرف الخير شنو هذاك الرزق كيدير كيمشي ويعاود يرجع له هو النيت لكن في صفة الحرام ما يجيش في صفة المباح هذه المرة في صفة الشر في صفة إبليسية شيطانية فلما كيدق وتفتح له تعرفه لأن القلب الوسخ يعرف الوسخ ويستقبلها أنئذ ويكتب عليه وزر كسبه أما الرزق المقادير باش جاك في الأول راه هو النيت بنفس المقادير جاءك في المرحلة الثانية أو في الشوط الثاني لكن الشيطان يزين لابن آدم القاذورات الأوساخ الخبائث وما من حرام حرام إلا وهو خبيثة من الخبائث أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون الرزق رخاص هي من خصائص الربوبية يكذب عليك الكذاب إذا يقول لك بأنه هو فلان أو علان يتدخل في شأن رزقك أبدا هذا شأن رباني لا علاقة له بعالم الأسباب إطلاقا يعني المعنى ديال الرزق المعنى ديال الرزق راه صناعة إلهية فعل رباني لا دخل للإنسان فيه مقدر يكتب في صحيفة العبد في اللحظة التي ينفخ فيها روحه في بطن أمه حيث يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد تلك مقادير يقدرها الله جل وعلا ويقدرها ويكتبها على العبد وما عليك بعد ذلك إلا أن تكسب رزقك بما تخيرت أنت وبما أردت أنت من الخير أو من الشر من هنا إذن العبد حينما يعتقد هذه العقيدة السليمة الجميلة التي تجعل النفس المطمئنة المؤمنة متوكلة على الله جل وعلا حق التوكل حق التوكل فإنه سيسعى إلى كسبه بالشروط وبالأسباب المباحة هذه الأسباب المباحة الشيطان يلقي في طريقها الوساوس على قلبك هنا كاين الابتلاء هنا كاين السر ديال التكليف باش كتربح الجنة لأن الجنة غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فكيبقى الشيطان يوهمك هل ما تدير هذا الأمر ديال الخير فلان ما يعجبوش الحال وهادو غيديروا لك وهاد الشركة تطردك من الخدمة إلى لقوك كتصلي في الوقت وكتقطع لهم الخدمة ديالك بالصلاة وكذا واحد هذا أوهام لأن واش كيدير لك إبليس يشككك في عقيدتك في الله لأنك يبدأ يزعزعك في الرزق والرزق لا قدرة لأحد على أن يمنعك منه الخزينة عند من؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى اعتمد على الله جل وعلا إذا كتجيك ألف من هذه الجهة أو هذه المؤسسة أو تلك فأرادت أن تقطعها عنك فإنما قطع الله عنك أسباب الشر وسيفتح لك قطعا أسباب الخير لأن المقادير اللي مقدرت ما في الخزينة عنده هو سبحانه لن تتبدل ولن تتغير بما قدر الله فيها لأنك يتصرف فيها لكي يتصرف فيها واحد ماشي اثنين واحد أم عندهم خزائن ربك لا ليست عندهم إنما هي عنده وحده هو ملسوارت سبحانه وتعالى وهو صاحب التصاريف والتصرفات الملكوتية في الأرزاق وفي كل ما هو من شأن الربوبية أبدا وشي كل شيء بشر أو لأحد أي تأثير ولكن القلب يحتاج إلى عمق كبير على المستوى الروحي ليكون من المتوكلين ليعلم بأن خاصية الرزق إنما هي خاصية ربانية ليست لأحد فلا يخشى بعد ذلك في الله لومة لائم تبع طريق الحق وخوض بأسباب الخير وكن على يقين بأن رزقك سيصلك ولن يقطعه عنك أحد لن تموت يا عبد الله حتى تستوفي أجلك ورزقك ما تموت إلا في اللحظة التي قدر الله لك فيها أن تموت مذ كتب أجلك وأنت جنين في بطن أمك ولن تستكمل رزقك الرزق ديالك ما ينقص ما ينقطع
إلا في اللحظة التي قدر لك بأن تقبض فيها روحك، وبعد ذلك لن يزاد في رزقك شيء، ولن يتم أي تغيير ما دام أن الله جل وعلا قد قدر ذلك وكتبه سبحانه وتعالى. فإذا محتاجين احنا العقيدة يقينية، محتاجين التوكل حقيقي، محتاجين فقط إلى معرفة بالله، إن نعرف الله شكون هو سبحانه وتعالى، ما خصائص الربوبية، شنو هي الخواص ديال الربوبية. فلما تعرف الله سبحانه وتعالى يعني بما يحكم الكون سبحانه وتعالى، بما هو رب للكون يتصرف في شؤونه بما شاء وكما شاء، لا 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 يغلبه على أمره أحد من خلقه سبحانه جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا، هو ملشي، هو مول الملك، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، المتصرف في المواقيت والمقادير والأعمار، متصرف في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل جل وعلا. كاينش اللي كينوب عليه سبحانه وتعالى في الخدمة، سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الخلق كله خلقا وإنشاء ورزقا وإماتة وإحياء، كل ما يتعلق بالربوبية عنده سبحانه جل وعلا. فالخزائن الواسعة هو مولاها وحده سبحانه وتعالى. ولذلك يعني المؤمن الحقيقي لما يسمع الدعايات ويسمع يعني الكلام الفارغ التي تنطق به بعض الوسائل الإعلامية وبعض المؤتمرات التي يعني فيها نوع من تدخل في شؤون الربوبية ويخلعوا الناس ويفزعوهم بأن أرزاق الأرض قلت، وبأن في عام 2050 سيموت الناس عطشا أو يموتون جوعا، يا ربي تعالى حسابه غلط، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا كلام خاوي، المؤمن لا يثق بشيء من ذلك أبدا. ربي تعالى اللي خلق البشرية، من اللي خلق آدم سبحانه، هكذا عقيدتنا نحن المسلمين، من نار خلق سيدنا آدم، خلق فيه كل ذرة ستكون نفسا إلى يوم القيامة. البشرية زعما هذه البشرية اللي جاية اللي كاينة واللي جاية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى النفخة النهائية الخاتمة، كل ذلك محصي عند الله جل وعلا نفسا. ما غاديش تنزل الأرض نفس وحدة ماشي في خبر ربي سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة، بل عالمها وخلقها وبرأها وصورها وهي كما أرادها في علمه قبل أن يخلقها، قبل ما ينزلها، قبل ما ينفخ فيها الروح، قبل أن يقول لتلك النطفة كوني فتكون، قبل، هي في علم الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح لما خلق الله آدم مسح ظهره بيديه سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. الصور ديال الأنفس كما ذكر غير واحد من شراح الحديث، ديال الأنفس اللي غادي يتخلقوا، فسقطت كل نفس هو خالقها، يعني اسم الفاعل في سياق تعبير بالضمير كيعطي المستقبل، إني جاعل في الأرض خليفة، أي سأجعل، إني خالق بشرا من طين سأخلقه، هو خالقها أي سيخلقها، فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. صور هذه الأنفس ظهرت لآدم عليه السلام، كل هذه الذرية ديالو تعرضت بين يديه، وعلى هذا الوزان يؤخذ قوله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم، تعبير يعني بهذه الإضافة بهذا الشكل من بني آدم كيعني العموم، أي من كل بني آدم، من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية. فيعني هذا الحديث وهذه الآية، يعني الحديث يشرح الآية أو قل يفسر جزءا وتجليا من تجليات الآية، فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فجعل آدم ينظر إلى بنيه، يعني كل هذه الذرية إذن كانت قبل أن تكون. ما معنى كانت قبل أن تكون؟ أي كانت في علم الله بما أراد الله وكما أراد الله في عالم الذر كما يعبرون، أي في عالم الأنفس، ثم جل وعلا خلقها في أبدانها ونفخها أنفسا وأرواحا في الأبدان كلا في موقته،
كاين اللي جاء من بعد سيدنا آدم مباشرة كأبنائه المباشرين، واللي جاء في الجيل الذي بعده والقرن الذي بعده والقرن الذي بعده إلى القرن الذي نعيشه، كل أولئك مما كان وهو كائن وسيكون محصي عند الله واحدا واحدا واحدا. باش يجي ودابا يقول لك أودي الأرض غادي تموت بالعطاش والرزق ما يبقاش أبدا. الله جل وعلا خلق الأرض يوم خلق قدر وقدر فيها أقواتها. فلذلك إذن مصادرة الغيب، تجي الغيب أنت وتصادره تمسحه، ما هذه ما غاديش تكون، هذا يعني جهل بالله. هذا يقول هذا الكلام الإنسان اللي ما عندوش عقيدة بأن كاين رب خلق هذا الكون، هذا الكون غادي بالفوضى. سبحان الله عن ذلك وعما يصفون علوا وتعالى علوا كبيرا جل وعلا. ولكن لما تشوف الناس كيموتوا بالجوع فمعنى ذلك أنه شيء كيكون رزق شيء، كاين التعدي في الأسباب، وهذا من أباب الابتلاء، هذا من باب الابتلاء، يبتلي بعض الناس ببعض. في التعدي كاين والظلم كاين، ولذلك جعل الحساب وجعل العقاب وجعل الجن وجعلت الجنة لمن صبر أو شكر، وجعلت النار والعياذ بالله لمن كفر. فإذا هذا سر الابتلاء. فالخلل فين كاين؟ ماشي في المقادير والأرزاق، لا، الخلل كاين في التسببات، لأن التسببات تسند إلى الإنسان وكلفها الإنسان، وبذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس في كسبهم، بما كسبت أيدي الناس في كسب البشر، تما كاين الفساد وليس في فعل الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. أما المقادير فهي مقدرة وموزعة كما أراد سبحانه وتعالى، ويبتلي بأسبابها الناس، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا المؤمن حينما يرى هذه الحقيقة الكونية كما يعرضها القرآن الكريم تحصل له الطمأنينة والسكينة. لو أن البشرية تمشي في منطق إيماني في تحليل المعطيات القرآنية وتحليل المعطيات المادية اللي موجودة في الطبيعة من مياه ومن معادن ومن ومن ومن، ولكن تستجب لعدل الشريعة، تستجب لعدل الشريعة، سيصل كل أحد رزقه بالوجه المشروع بلا ظلم وبلا حيف وبلا أي خلل. لكن معروف يعني أنه الآن يعني كما هو واضح وجلي، يعني كل اللي بغى يأكل يعني المقادير والمحاصيل ديال الشعوب ديال ملايين ديال الناس، يعني حفنة من البشر تريد أن 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 تحصل على كل أرزاق الكرة الأرضية ويعيش الآخرون تحت رحمتها جوعا وفي إطار خدمتها وفي إطار التبعية لها. هذا الظلم فين كاين وهذا الخلل فين كاين؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي الإنسان يبتليه بهذا الميزان، ميزان العدل، ميزان التكليف، الذي يرجع أساسا إلى المعطيات العقدية في أن الله حينما قسم الأرزاق قسمها عادلة سبحانه وتعالى. وليس معنى العدل أنه يعطي لهذا قدر اللي يعطى لهذا، لا، بل عدله يتجلى في حكمته، أنه ماشي يعني ديك التسوية ديال هذا عشرة هذا عشرة هذا عشرة، بل في حكمته هنالك من تصلحه عشرة وهنالك من تفسده عشرة، ولا يصلحه إلا واحد، وهذا معروف بيناتنا. فكم من شخص فعلا المال الكثير أغناه رد غني بالمعنى الشرعي للكلمة بالمعنى الإيجابي للكلمة، وكم من شخص المال الكثير أطغاه، فإنما هذا أفسده وأهلكه وأورده أسوأ الموارد، جهنم يصلونها والعياذ بالله. فلذلك ربي تعالى كريم سبحانه، فقد ينقص عبدا في هذه الدنيا ينقصه شيئا من المادة من المال رحمة به. ولذلك نقرأ في كتاب الله في غير هذه الآية أم عندهم خزائن، هنا خزائن ربك، في الأخرى أم عندهم خزائن رحمة ربك، خزائن الرحمة، أم عندهم خزائن رحمة ربك. فالخزائن يصرفها الله جل وعلا عدلا ورحمة، وتجلت رحمته في عدله كما تجلى عدله في رحمته جل وعلا. ولا يفعل هذا إلا رب الناس، لأن رب الناس هو العليم بطبائع الأنفس،
ولا علم لأحد من العالمين بطبائع الأنفس، كل نفس على حدة، إلا الخالق سبحانه وحده جل علاه، هو وحده يعلم هذه النفس الفلانية، فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، ما مقدار ما يصلحه أو يصلحها من المال، ما مقدار ما يطغيه أو يطغيها من المال. ولذلك حينما يريد الله جل وعلا رحمة بعبد يعطيه من الرزق على قدر ما يصلحه، والعبد طمع فيستزيد، فإذا أراد أن يستزيد بغير الأسباب المشروعة وانفتح قلبه على الدنيا بغير توكل، بغير توكل، ربما ابتلاه الله بأسباب الشر وفتح عليه أبواب الدنيا فأغرقه فيها، فكان سبب مورد الهلاك والعياذ بالله. فلذلك الإنسان ما يتعانج مع الإرادة الإلهية ويسلم، يسلم لله جل وعلا أمره صبرا وشكرا، شكرا في الغنى وصبرا في الفقر، ويدعو العبد ربه سائلا إياه العفو، العفو، العبد يطلب العفو، يعني حتى لا يبتليك الله بما لا طاقة لك به، حتى لا يبتليك بما فيه شر لك، حتى يبتليك بالخير، أحسن ابتلاء وأيسر ابتلاء، وأن يجعلك من أهل العفو أي من المعفو عنهم. فإذا أدخلك في عفوه وأكرمك بفضله فنعمته هي المنة والرحمة الواسعة من الله جل وعلا. فإذن العبد لما يرجع لله سبحانه وتعالى ويعلم بأنه هو الذي له خاصية الرزق وخاصية العطاء وخاصية المنع، خاصية الخزن، هو صاحب الخزن وملخزين، هو جل وعلا الذي يملك ذلك كله وهو المسيطر عليه وعليك، أم هم المسيطرون، راه ما كاينش شي واحد اللي كيتدخل يعني في الإرادة ديال الله تعالى ويعاود يعني يخسر الميزان ديال الكون، لا يقع شيء من ذلك إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، ابتلاء للعباد بالخير بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني يبتلي العباد جل وعلا بما علم في قلوبهم، بما علم ما في قلوبهم من الخير أيضا ومن الشر والعياذ بالله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، واعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه الموازين هي اللي كتخلي العبد كتعنده تحصل له الثقة في الله والثقة بالله جل وعلا. هذا المعنى مع الأسف والذي ينقصنا هذا الزمان كثيرا، ضعفت ثقتنا بالله، ولذلك نتردد في الثبات على طريق الخير، ونضطرب حينما يعني تقع بنا يعني أقل الابتلاءات في الله جل وعلا، ونحسب أن ذلك يعني مما لا ينبغي، ونحتج على المولى جل وعلا ونستدرك عليه سبحانه وتعالى، وذلك أقل ما يقال فيه حتى إن صرحت النيات أنه سوء أدب مع الله. عيب، عيب على الإنسان يستدرك على مولاه، عيب على الإنسان يحتج على مولاه اللي خلقه، خلقه وبرأه، لأنه ما صنع بك من الابتلاء إلا رحمة بك، إلا أنه أراد بك خيرا بما أردت أنت أن تصل إلى الخير. فلا يريد الله جل وعلا بك إلا الخير، ولا يريد بك إلا الرحمة، فإن جاءت لطمة أو صفعة فإنما هي لطمة رحمة وتأديب تربية. يعني أحد الصالحين، أحد الربانيين، يجيب واحد المثال في بعض كتبه، مثل لطيف جدا، يقول لك هذاك الراعي السارح اللي يسرح الغنم، بحيث يكون عنده ذاك السرب ديالو ديال الغنم غادي يعني عشرات أو مئات الرؤوس غادية، واحد 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 الكبش يشرد على القطيع، يعني كلهم يعني العشرات أو المئات ديال القطعان غادي في اتجاه واحد، مجمعين واحد يشرد على اليمين أو على اليسار، يشذ يمشي بوحدو كيجري، كيهز واحد الحجرة ويشير عليه من بعد ويعطيه للقرن أو للراس، وقد تدميه هذه الحجرة وتؤلمه قطعا، لكن هذاك الحولي أو هذاك الكبش غير جهة الضربة مباشرة كيدخل السرب ويرجع إلى حيث أمنه وحيث خيره، لأنه إلى بقى شارد يأكل الديب، فهو يعني تؤلمه الحجرة أو تؤلمه الصفعة أو تؤلمه الضربة، وهذاك الشيء اللي كيبقى له في مخه ما كيعرفش بأنه لولا هذيك الضربة كان يأكل الديب في خطرة وينتهي أجله. فلذلك تأتي صفعة الرحمة
ويأتي الابتلاء للمؤمن واحد التنبيه يأتيك من مرض أو من ابتلاء أو من مشكل أو من ضيق أو من أي شيء مما يأتيك في رزقك أو في غير رزقك، كل ذلك إنما هو رحمة بك من الله، أو إنما وقع بك رحمة من الله جل وعلا، رحمة منه سبحانه وتعالى بك أيها العبد. فيجب أن تقرأ أن تلك يعني إشارة تأديب، إشارة تأديب تربوية، فيها الرحمة وفيها دليل العناية الإلهية، فيها الكرام والجمال الرباني والفيض الرحماني على قلبك أيها العبد، لتتوب إلى الله ولتستجيب إلى مولاك ولتتعرف إليه. راك غلطت في حقه ملي مشيت تقلب على أسباب الشر بما فتنك إبليس، وقعد يوهمك بأن فلان غادي يأثر لك على أجالك وفلان غادي يأثر لك على رزقك. أم هم المسيطرون؟ إذا أنت ما بقيت كتعرف ربي، كيسحب لك بأن السوارت عند فلان ولا عند علان، ولا القوة عند فلان ولا عند علان. القوة كل القوة لله الواحد القهار جل وعلا. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ إنما الخزائن لله، وإنما السيطرة الكاملة لله وحده دون سواه، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه جل وعلا. ثم جاءنا الحق ببصيرة تالية بعدما استجمع خصائص الخزينة وخصائص الفعل الإلهي وملك الكون بما فيه من ملك وملكوت له وحده وبما له من قدرة عليه جل وعلا قاهرة قاهرة، قال جل وعلا بعد ذلك: أم عندهم سلم، أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين. أم لهم سلم يستمعون فيه القرارات أو بالأحرى المقادير الربانية في شأن تصرفات الإلهية مما يقع من هذه الدقيقة إلى ما بعد في عالم الغيب، يعني الشيء اللي جاي، هذا علمه وإرادته قبل ذلك وبعد ذلك لله وحده. يعني ما أراد الله أن يكون الآن أو غدا هو الذي يكون، ولن يكون إلا ما أراد جل وعلا. يعني تدخل البشرية في كل مواقع الأرض، قرارات، هيئات، أفراد، مؤسسات، دول، تحالفات، ويقروا قرار دولي أو فردي أو أممي أو أي صفة من الصفات، فلن يخرج عما قدره الله جل وعلا. كينزلوا على إرادة العبد ابتلاء له بالخير وبالشر أيضا، فقد تستجيب لك إرادة الله جل وعلا بالخير إن كنت من أهل الخير، وتستجيب لك أيضا بالشر إن كنت من أهل الشر، فيجري سبحانه وتعالى مقاديره، راه ماشي ديالك، ماشي أنت اللي قدرتها، لا، يجري مقاديره على يديك خيرا وشرا بما علم ما في قلبك، بما علم سبحانه وتعالى ما في قلبك، فيبليك ويبتليك بالشر وبالخير فتنة. لهذا إذن يعني الأمور ديال التقدير مما كائن، مما هو كائن ومما سيكون، إنما هو لله وحده. التوقعات، كل التوقعات التي تأتي كلها خاسرة، كلها كاذبة، كلها بائرة، إنما التوقعات أو قل بالأحرى المعلومات من العلم، من اليقين، من القطع، مما سيكون ومما له تأثير في تسيير العالم، مصدره علم الله وحده. أم لهم سلم، كما بغي يكون هذا السلم يعني مادي أو معنوي أو شيطاني، يستمعون فيه يعني يتصنطوا على المقادير كيف تتصرف وكيف ألقاها الله جل وعلا إلى ملائكته، فليأتي مستمعهم، هذا اللي عنده الخبر وكيميل عليهم شنو غيكون شنو غيكون، بالتوقعات يعني الشيطانية أو الإهامية أو يعني التي أو الشهوانية. يعني إنسان كيبغي يخطط بعض الأحيان للمستقبل دياله الفردي أو المستقبل العام الذي قد يؤثر على أمة كبرى أو مجموعة من الأمم بشهواته، يريد أن يكون العالم أو أن يكون وطن ما أو يكون فرد ما أو مؤسسة ما كما أراد هو كما أرادت شهواته، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين على أن هذا الذي فعلا سيكون. ولا غير كتشهاو كان ما يمكن لكش شوف العالم كما تريد أنت، بل سيكون كما أراده الله جل وعلا وبالمقاييس وبالمقادير التي أرادها، فإن وقع شيء على وزان أرادتك
إرادتك فإنما هو ابتلاء من الله لك. هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأمني لهم، نعطيهم هذه ونعطيهم الثانية ونعطيهم الثالثة، وأمني لهم إن كيدي متين. ما سيقين خبر، إنما هو كيد من الله جل وعلا بما علم ما في قلوبهم من شر ومن إرادة الفساد في الأرض. ولهذا يغرقهم الله في شهواتهم ويغرقهم في آثامهم حتى إذا أخذهم جل وعلا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. هذه الإرادة الإلهية تتصرف في الأفراد وفي الجماعات وفي الدول وفي القرون وفي القرون أيضا، جيل كامل قرن كامل قد يهلكه الله جل وعلا بما طغى عليه من الفساد وبما ظهر عليه من الإثم. فيعني هذه الآية أيضا تشعرنا بمعنى آخر، وهو أن الكهانة واستعمال الشياطين سيبقى إلى يوم القيامة لأنه باق يتلى في القرآن. وذكرت هذا من قبل، أن أي آية في كتاب الله من الخير أو الشر دال على أن ذلك الخير مستمر ودال على أن ذلك الشر مستمر. والآن مؤسسة عالمية في الاقتصاد وفي الثقافة وفي الإعلام وفي السياسة تستشير الكهنة، تستشير الكهنة، وهي قنوات تلفزية تعرض الكهنة عرضا يعني عاما، وصحف وكتب وكذا، يعني توهم الناس على أنها علم. اللي تبغي تناقش يقول لك هذا كان دوز به الوقت وكان، ولكن هنالك عقيدة راسخة عند هؤلاء الضالين المضلين الذين يحرفون عقيدة الإسلام. من أين أتوا؟ أتوا على أنه ديك الشيء فعلا نرى بالنسبة لهم غادي يوقع، ويتوقعون ذلك ويبنون، باش كيتعرف أن ذاك الشيء يعني كيأمنوا به، أنهم يبنون عليه تصرفاتهم ويتخذون في ضوئه قراراتهم. كتكون قرارات كبيرة تمس قطعا كبيرا من الناس، قطعا كبيرا من الناس، بل شعوبا في بعض الأحيان، وقد تسبب حروبا والعياذ بالله بسبب كذبة من متنبئ أو من كاهن أو من عراف أو من شيطان من الشياطين، يلقيها الشياطين من الوحي الزور على أوليائهم فيفسدون بذلك في الأرض إفسادا كبيرا. لا ينبغي للمؤمن ولا يجوز له أن ينسى بأن إبليس عدو آدم وعدو البشرية، عدو الله قبل ذلك وبعد ذلك، أرى خدام خدام، وهو لا يزال بما توعد بني آدم يفسد في الأرض ويغري الناس بالشهوات ويزين لهم الباطل أن كان هذا الباطل وكيفما كان. فهذا مخصوص يغيب عن الإنسان، ولذلك الشر كل الشر من إيحاء إبليس، وإبليس هو وقبيله يشتغلون في هذا ويلقون إلى الناس ممن يستجيبون لهم ويكونون في صفهم، أي على وزان الشياطين، ويكونوا حتى هم شياطين من الجنة والناس. فإذا كل هذا يدل على أن الله جل وعلا قد قطع عن هذه الطائفة من الشياطين التأثير الحقيقي. رأى التأثير الحقيقي إنما هو لله، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. فهذه المعلومات الحقيقية التي تؤثر فعلا إنما هي لله وحده، إنما هي لله وحده، وإنما الذي يجعلونهم من كذبهم ومن إلقاءاتهم الشيطانية إنما هي ابتلاءات يملي الله لهم بها كيدا، وأملي لهم إن كيدي متين. والمؤمن ما ينبغي أن يفزع من ذلك، وما ينبغي أن يغتر أيضا بذلك. شيء يدخل الشيطان وبدأ يقول له وقيل هذا الشيء صحيح، فإذا دخله ودب في قلبه شيء من اعتقاد الصحة فقد وقع في قلبه فساد خطير على مستوى العقيدة. ولذلك نهي المؤمنون ومنعوا من أن يستجيبوا للعرافين أو أن يذهبوا إلى الكهانين، لأن ذلك متردد بين الكفر وبين الكبيرة الكبرى. أقل ما يحصل للمؤمن إذا ذهب إلى عراف، أقل ما يحصل له ولم يصدقه يمشي عنده أن تبطل صلاته 40 ليلة. أما إذا صدقه ففي الحديث فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن عرفت شنو فيه الأمر خطير هنا، لأنك تأمن بمرجعية أخرى. لما كتأمن بذاك الكلام يقول لك السحاب ولا الكاهن ولا العراف، يعني راك آمنت بواحد المرجعية أخرى هي وحي ديال إبليس، ما بقيتش كتأمن بالمرجعية ديال الوحي ديال الله سبحانه وتعالى. وإيمانك بتلك المرجعية الأخرى تحويل لمصدر الألوهية،
وجعل خصائص الربوبية لإبليس للشيطان، وهذا نهينا عنه في كتاب الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. باش تعبدوا بالثبات على أن العلم إنما هو لله، علم الحاضر وعلم الغيب وعلم المستقبل. ما تشوش راسك بعالم الأبراج ويعني الرؤى الشيطانية والإلقاءات الشهوانية، كل ذلك استفزاز يستفزك إبليس. ثبت على المبدأ، أثبت على عقيدة الإيمان، عقيدة التوحيد الصافية، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بمعنى إلا غادي تأدى واخا بالجرام وجاك من واحد طريق شيطاني يقول لك واش ما تبعتيناش شنو درنا لك، فإذا تبعتهم ما يوقع لك، لا يوقع لك، لأنه راه عاود من الجهة الأخرى قد قدر قبل ذلك في إرادة الله. إنما اش كيدير لك إبليس؟ كيوهمك بلي راه هو اللي دار لك داك الشيء. أبدا، ذلك الضر الذي وقع بك إنما هو ابتلاء من الله وهو لطمات من لطمات الرحمة، باش ترجع للطريق، ترجع للسرب. فالشيطان كيزيد يغرقك، كيقول لك لا هذا لأنك أنت ما تبعتنيش، لأنك لم تعبدني فابتليت بهذا وهذا وأصابك وأصابك وأصابك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك، قد يضرونك ولكن تسببا لا تقديرا، لا تقديرا، فما ضروك إلا بشيء، وهذا التسبب بشيء كيف منين جاء؟ قد كتبه الله عليك، راه في المقادير. وديك المقادير مقادير رحمانية، مقادير رحمانية، تربية، تأديب، تصبين، تصفية، كيصفيك ربي في الدنيا ويؤهلك لمنازل عالية في الجنة، فلا تضيعها. ما تكفرش برحمة الله، ما تكفرش بنعمة الله، وجب أن تصبر. ولذلك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه في الحديث الصحيح، النبي خبرنا عن المؤمن في هذه القضية في العقيدة دياله: كل أمر المؤمن له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالخير لك في الصبر وفي الشكر، في النفع وفي الضر، ما دمت ترجع الأمر كله إلى الله جل وعلا. ما تلتفتش لإبليس، لا تلتفت إليه في الخير ولا في الشر. يقول لك شتي دابا ملي تبعتنا احنا عطيناك ووظفناك ورزقناك وجبنا لك هذه الصفقه انت ربحتي فيها، لان راه لما كتب لك فلان ودرتي هذيك القضيه الفلانيه وذبحتي هاد التيس الكحل على يعني الحجره الفلانيه وكذا الى اخره، فها انت قد فتحت لك الابواب، تلك الابواب مفتوحه قبل ان يكتب لك الكاتب. الله اكبر. فالنفع والضر إذن إنما هو من الله جل وعلا فعلا وتقديرا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأي إيهام وتوهيم يجيك من جهة أخرى بأنه هما اللي نفعوك أو هما اللي ضروك، فقد كذبوا عليك وكذبوا على الله جل وعلا، لأنه ادعوا خاصية من خصائص الألوهية وشأن من شؤون الربوبية، لأن ما النفع ولأن ما الضر أو إنما هو من الله جل وعلا وحده. فإذا لما أنت يجيك الابتلاء بالخير أو بالشر فتوحد الله فيه، يجيك الابتلاء ولكنك توحد الله جل وعلا فيه، فتعتقد بأن هذا الخير إنما نزل بك من الله جل وعلا ابتلاء بالخير، أو أن هذا الضر إنما نزل بك من الله جل وعلا ابتلاء بالضر، فتستجيب لله توحيدا. كيف توحده؟ تشكر النعمة والخير وتصبر على الضر فتكون موحدا لله جل وعلا. ولك سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام حين صبر كيف صبر؟ موحدا، قال فيه ربي تعالى: نعم العبد إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. أواب أي كان يرجع إلى الله جل وعلا في كل أمره، في كل معاناته، في كل آلامه، وفي كل استشفائه. إلى التجع يقول يا ربي، وإلى طلب الشفاء من ربي
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله الواحد الفرد الصمد دون سواه. هذا اللي كيعطي المرتبة التي جعلها الله جل وعلا حفظا للعبد، مرتبة الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما تنجح في الأولى وتنجح في الثانية وتنجح في الثالثة، حتى إذا صرت من النجاحات إلى مرتبة المحبة، فأحبك الله جل وعلا، فإئمن آنئذ على نفسك من كل آذى بالكرامات. يعني لأنه أنت راك يعني راك في الآمان، ما دمت مع الله في الآمان قبل أن تصل إلى هذه الرتبة، ولكن ذاك الأمان الأول ديال البداية ما كيبلكش، إن باقي في مرحلة ديال الابتلاء، الابتلاء في الرتبة الأولى، يعني الدنيا كلها ابتلاء، ولكن كان الرتبة الأولى وهو ابتلاء شديد، كتبدأ تبان لك يعني الأمور أنها كيمكن هذه تأديك، يمكن هذه تكرفصك، ولكن راه ربي تعالى حافظك بما أنت موحد لله، بما أنت مستجيب لله، ولكن باقي ما كيبان لك شيء، يعني البرهان أنا إذن ما كيبان لك البرهان حتى كدوز، تدوز التجربة، عاد كيبان لك والله فعلا درتو واستجبت الله والله ما أدوني، ولكن حتى كدوز حتى كتنجح عاد كيبان لك البرهان فيها. لكن إذا وصل العبد مرتبة الولاية كانت له كرامات، والمؤمن الحق يؤمن بهذه الكرامات لأنها تجليات رحمانية يجعل الله فيها للعبد حفظا يكشف له خوارق أو يكشف له أشياء وأسرار مما لا تكون لسائر الناس. وهذا الحديث صريح فيها واضح، وفرق كبير بين هذا المعتقد وبين الخرافات، فرق بين مرتبة الولاية الرحمانية ومرتبة الولاية الشيطانية، لأن الولاية الرحمانية إنما تكون لأهل الله، ولأن الكرامات الحقيقية إنما تكون لأصحاب المحبة، المحبة عند الله عز وجل الذين نالوا رتبة المحبة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني طلب الحماية ديالي لأعيذنه. وجه البرهان وجه الدليل حالا، لأنه عبد حقيقي لله، ولأن الابتلاء صقل قلبه، قلب ديالو تحكم زيان والله صافي بحال المرايا بحال الجوهر يضوي، بحيث لا ليس فيه شيء من الشك وليس فيه شيء من الريب، بل صار لله وبه. هذا يا ويل اليد التي تمتد إليه، تبتر إذن من عند الله جل وعلا، يسلط عليه البلاء ربي جل وعلا، يسلط عليه البلاء من فوق ومن تحت. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إنما أنا وأنت محتاج اليقين كبير في الله جل وعلا حتى ننال هذا الشرف العظيم الذي جعله الله ويسره لكل عبدين. صادق الله في الطلب، راه ما خصو شيء الخدمة بزاف، خصو الصدق بزاف، يحتاج إلى صدق كبير لا إلى جهد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يدخل الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وإنما فاق أبو بكر الصديق، الصديق من الصديقية، إنما فاق الناس بما أعطاه الله جل وعلا من نعمة صديق، صديق والإخلاص والإقبال على الله بكليته، ولم يكن له جهد كبير لا في بدني كالنحيف رضي الله عنه وأرضاه، ولا كان من الأغنياء الكبار، يعني كان متوسط الحال، ليس بالفقير ولكن ليس من الأغنياء الكبار، لم يكن من أولئك، ولا من أصحاب الجاه العظيم والسلطان العظيم، بل كان من أوسط الناس، بل كان من يعني ضعفة الناس، ولكن كان كبير 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 بقلبه الإيماني العظيم عند الله عز وجل. ولذلك جعله الله جل وعلا لرسول الله صاحبا، صاحبا. بعض الصحابة واحد المرة تناقشوا، بعض الصحابة المخيرين تناقشوا مع سيدنا أبو بكر الصديق شي مناقشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا ماشي ديالكم، هذا ديالي، لأنه يعني وصل واحد الرتبة فعلا من الصديقية، بحيث وصل إلى رتبة من اليقين، جعله الله جل وعلا من خواص ولا من أصفياء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأتاح الله جل وعلا هذه النعمة على مقادير وموازين أخرى لكل الناس، يجعل الله من يصطفي من الناس من أصفيائه هو سبحانه وتعالى، من أوليائه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا صححت عقيدتك في الله جل وعلا موحدا ومفردا ومتوكلا، من الآيات البصائر أم عندهم خزائن ربك، رأى القرآن يعطيك هذا الإمكان، إنما عليك أن تتلو وأن تتدبر وأن تتخلق وأن تتحقق.
تلو القرآن، تلوه وتلوه ثم تدبره، لما يبان لك الضوء تخلق بذلك الخلق، فإذا تخلقت به فتحقق منه في بيئتك في واقعك. من دخول تجربة ابتلائية وتحقق من راسك واش انت هو انت، أو أنك تقول ما لا تفعل نعوذ بالله من قول بلا فعل، أو أنك تخالف في فعلك قولك نعوذ بالله من المخالفة والتناقض وإخلاف الميعاد. فإذا كنت أنت فأنت أنت، ثم أبشر بأن الولاية تأتيك بإذن الله عز وجل. فلا تغتر آنئذ بعملك، واجعل نفسك عبدا لله، حقق العبودية، واعلم بأن ما بك من نعمة ومن فضل فمن الله، من الله وحده دون سواه. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. يقول اليوم اللي يملك المعلومة يملك القرار، ربك يقول لك أنا المعلومة عندي وحدي، عندي وحدي، ولذلك فهو الذي يملك التقدير. أم لهم سلم يستمعون فيه المعلومات فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، المعلومة عنده هو وحده، فلذلك هو الذي يصرفها كما يشاء. أما الآخرون ممن دونه من سائر الخلائق عندهم الأوهام، وما يحدث على وزان الأوهام مما يصدق أو يخلف، فتلك ابتلاءات تنزل من السماء وكتنزل على الأوهام ديال البنادم، فيبتليه الله بوهمه، يبتليه بوهمه وكيطلع له واحد مرة الحساب هو هذاك، وإنما هو ابتلاء كما بينت، وإنما هو استدراج. جعلنا الله وإياكم من الذين اصطفاهم بالخيرات والبركات والرحمات والرحمات والكرامات برحمته سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.